هذا وبعد يوم من دخول حزمة العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران حيز التنفيذ، جددت الخارجية الأمريكية مطالباتها بإيران بتغيير سلوكها في المنطقة، حيث اتهمت الخارجية الأمريكية طهران بزعزعة منطقة الشرق الأوسط وعدم الاهتمام بشعبها. يأتي ذلك فيما قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي إن بلاده ترغب برؤية تراجع أوسع من إيران في دعمها للإرهاب الدولي وفي نشاطاتها العدائية في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي والنووي. أوضحت الخارجية أن إيران لا تصرف أموالها على الخدمات الاجتماعية وإنما على الهجمات الإرهابية، كما بينت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق لا يتعلق فقط بالبرنامج النووي وإنما بتصرفات طهران وبرنامج صواريخها الباليستية.